وللمزيد حول استمرار الفراغ الرئاسي في لبنان وتأثيره على الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد، ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب. حياكم الله دكتور طارق. حياك الله، تحيه هذا حياكم الله دكتور طارق. يعني نبيه بري وصف لبنان بأنه على النار إثر الفراغ الرئاسي الذي تشهده البلاد منذ أشهر. برأيك من هو المسؤول عن تأجيل أو تعطيل انتخاب رئيس جديد للبنان؟ أولا، لبنان على النار ليس بسبب الفراغ الرئاسي، وإنما كذلك بسبب الفساد، بسبب الانهيار الاقتصادي، بسبب كذلك الفراغ الرئاسي، بسبب سوء الإدارة، بسبب سوء القضاء، بسبب أمور كثيرة. ولكن الفراغ الرئاسي كذلك هو أحد الأسباب الرئيسية التي تساعد الانهيار على أن يزداد وتيرة في السرعة. والسبب في ذلك هو نبيه بري بحد ذاته وحلفائه من حزب الله والأحزاب الأخرى المنضوية تحت راية النظام السوري وحلفاء إيران الذين يمنعون انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان. فطوال الجلسات السابقة لانتخاب رئيس الجمهورية لم يقم حلفاء إيران من نبيه بري وحزبه وحزب الله ومن معهم بوضع اسم أي شخص لانتخاب الرئيس، بل كانوا يعطلون جلسات الانتخاب إما بعدم الحضور أو بوضع أوراق بيضاء، وبالتالي هم يتحملون المسؤولية مباشرة عن هذا التعطيل. نعم، ولكن أين تكمن بالضبط مصلحة حزب الله ونبيه بري في تعطيل انتخاب رئيس جديد للبلاد؟ عفوا، ممكن أسألك دكتور طارق عن أين مكمن أو أين مصلحة حزب الله ونبيه بري في تعطيل هذا الاستحقاق؟ نعم، هم يكون رئيس للجمهورية يكون خاضعا لهم وخاضعا لنفوذهم، وهم لم يستطيعوا أن يحصلوا على الأكثرية النيابية التي تمكنهم من انتخاب هذا الشخص الرئيس، وبالتالي هم يعمدون إلى التعطيل حتى يجبروا الفريق الآخر على الخضوع. هم يستعملون سياسة التعطيل للدولة اللبنانية ولمصالح الناس منذ عام 2005 وحتى هذه اللحظة، فكما عطلوا الحكومات السابقة وأغلقوا المجلس النيابي وكذلك عطلوا انتخاب رئيس الجمهورية لمدة سنتين ونصف حتى فرضوا ميشيل عون، وبالتالي هم الآن بسبب هذا الأمر يريدون تعطيل الحياة السياسية في لبنان حتى يجبروا الفريق الآخر على القبول بمطلبهم وانتخاب رئيس بما يؤمن لهم المصلحة والحماية والنفوذ، لأنه في الدستور اللبناني انتخاب الرئيس يتطلب حضور الثلثين والتصويت بالأكثرية بالثلثين أو بالنصف زائد واحد في الدورة الثانية للانتخاب، وهو ما لا يستطيع أي فريق من الأطراف السياسية في لبنان تأمينه. يعني في ظل المعطيات على ماذا يعول هذا الفريق؟ يعني هل سينتظر لعدة شهور ولربما لسنوات، أم هناك أمرا ما يعول عليه، يعول على حدوثه؟ لنكن واضحين وحتى يعرف الجميع أن عملية انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان لا تخضع فقط لرأي النواب الذين من المفترض إن كانوا نواب حقيقيين ويخضعون للدستور اللبناني ويحترمون الدستور وأنفسهم أن يقوموا هم بتسمية الشخص رئيس للجمهورية، أما أن يقوم هم بانتخاب رئيس بانتظار الإملاءات الخارجية، فهذا أمر الذي يريدونه. دائما انتخابات رئيس الجمهورية في لبنان تخضع للأسف للتوازنات الدولية، تدخل خليجي، تدخل إيراني، تدخل أمريكي، تدخل فرنسي، والنواب هم من ينفذون في النهاية، وللأسف هذا ما يدل على قصر في الرؤية السياسية للنواب وعلى قصر كذلك في الرؤية الوطنية. نعم، بري كما تعلم دكتور طارق يعني أكد أن الفراغ الرئاسي قد يمتد لعدة شهور، ولكن السؤال هنا هل يتحمل لبنان تبعات مثل هذا الفراغ، وما أثر هذا الفراغ على الوضع السياسي والاقتصادي للبنان؟ لبنان يعاني من مشكلة انهيار اقتصادي كامل بسبب الطبقة السياسية التي هي ما زالت تحكم لبنان حتى هذه اللحظة والموجودة سواء في المجلس النيابي أو في الحكومة أو في يعني في أي مرفق من مرافق الدولة، والانتخابات الأخيرة أفرزت نفس الطبقة السياسية مع خرق لبعض
التغييريين كما يقال، ولكن مكمن القوة في البلد يقع بأيدي الطبقة السياسية الحاكمة منذ عام 1990، هي من تسببت بالانهيار بسبب الفساد، بسبب سوء الإدارة، بسبب السرقة، وبالتالي هذه الطبقة هي التي ما زالت تحكم. وانتخاب رئيس الجمهورية لن يقدم ولن يؤخر كما حصل في انتخاب ميشيل عون، بل سرع عملية الانهيار لأنه جاء من نفس الطبقة السياسية. وبالتالي نحن في حالة انهيار ليس بسبب انتخاب رئيس الجمهورية فقط، وإنما هذا السبب قد لا يكون يعني سبب مهم جدا، ولكن بسبب فساد الطبقة الموجودة، بسبب غياب القضاء، بسبب السرقات، بسبب عدم المحاسبة، بسبب الأمان من العقوبة لكل المسؤولين والمدراء العامين وكبار الشخصيات من الموظفين الذين سرقوا المال العام ونهبوه دون أي محاسبة. أكيد عدم انتخاب رئيس الجمهورية يؤثر على وضع البلد، ولكن إذا كان هناك انتخاب لرئيس الجمهورية من فريق عثمان آزار، أي من فريق نبيه بري وحزب الله، كما هو الحال كان مع ميشيل عون، فسوف نرى انهيار أكثر للبلد، لأنه سوف تكون من نفس الطبقة السياسية التي حكمت البلد طوال 30 سنة دون أي حساب، بل هذه الطبقة ازدادت ثراءً وازداد الشعب فقرا، وهذه الطبقة سرقت أموال المودعين وأموال الناس وأموال الدولة، وما زالت مستمرة في سرقة أموال الناس. وكما شاهدنا في تقريركم قبل البداية أن هناك كذلك وفد من أوروبا قد يأتي للتحقيق مع مسؤولين لبنانيين إن صح الخبر أو لم يصح، لأن الدولة اللبنانية لم تقم بأي عملية حقيقية لمعالجة موضوع الفساد وسرقة أموال الناس وسرقة الإيداعات في البنوك، بل إن القضاء وغياب القضاء ساهم بشكل أساسي في سياسة الإفلات من العقاب لهؤلاء المجرمين بسبب عدم قيامهم بواجبهم، ولأن الدولة اللبنانية التي تحكم هي دولة ميليشيات ودولة أحزاب. يعني كنت سآتي على موضوع هذه الزيارة، ما أثر هذه الزيارة يعني قانونيا على وضع السياسيين والشخصيات اللبنانية، خاصة يعني كما يقول مراقبون هناك تخوف من قبل هذه الشخصيات من هذه الزيارة المرتقبة؟ دعني أكون واضحا معك، لا معلومات حقيقية عن موضوع هذه الزيارة، وأعتقد أن مثل هذه الأمور تأخذ طريق قانوني طويل وطريق قضائي، ولكن أعرف أن لبنان وقع على اتفاقية يعني فيما يتعلق مكافحة الفساد، ولكن لبنان لا يقوم بأي شيء في موضوع هذا الموضوع بالذات مع مكافحة الفساد مع المسؤولين. ولكن أعرف أن هناك تحقيق بدأته بعض الدول الأوروبية فيما يتعلق بتبييض أموال، بجرم تبييض أموال ينسب إلى حاكم مصرف لبنان وإلى بعض الوزراء وبعض السياسيين، وأن القضاء اللبناني لا يتعاون بما فيه الكفاية ولا يعطي معلومات ولا يقوم بواجبه مع القضاء الدولي الذي يطلب من هذه الدول، الذي يطلب من القضاء اللبناني تزويده ببعض المعلومات والتحقيقات. وقد يقوم من هذا الباب أن هذا القضاء الدولي أو القضاء الأوروبي قد يأتي لاستكمال مهمته التي بدأها في أوروبا، ولكن القوانين في لبنان معقدة كثيرا. السياسيين اللبنانيين الذين يديرون قسم كبير من القضاء هم يديرونه بطريقة احترافية كيدية ماكرة لمنع ملاحقة هؤلاء السياسيين. تصور أن مئات المليارات من أموال المودعين وأموال الناس سرقت، والنيابة العامة المالية لم تفتح تحقيق، والنيابة العامة التمييزية لم تفتح تحقيق، والنيابات العامة الأخرى النائمة. هل هكذا تبنى دولة؟ القضاء اللبناني للأسف يعني حتى رئيس الجمهورية البارحة ميشيل عون بالرغم من سوء إدارته والفساد الذي كان يلف عهده وخضوع وكذلك الدور الذي لعبه في ضرب القضاء اللبناني، قال هو في تصريح البارحة أن القضاء اللبناني هو قضاء ضعيف ولا يملك شخصية وهو قضاء مسيس، وهذا هو الواقع وهذه الحقيقة، لأن السياسيين الفاسدين في لبنان استطاعوا أن يزرعوا في القضاء فاسدين مثلهم، واستطاعوا أن يسيطروا على قسم كبير من القضاء بسبب القوانين التي تحكم عملية المناقلات والتعيينات في القضاء. وللأسف هذا هو الواقع الأمر في لبنان. نحن لا نعول، أنا بالذات لا أعول على أي تحقيق قضائي في لبنان إذا لم يكن هذا التحقيق تحقيق دولي شفاف يخضع للرقابة، لأن أي تحقيق في لبنان إما أن ينتهي بقتل المحقق أو بضياع الأوراق أو بضياع القضية كما يحصل في الكثير من الحالات. أما تحقيق دولي في الفساد فهذا أمر يطلبه كل اللبنان ليشمل
لربما يبدو ملف انفجار مرفأ بيروت ليس بعيدا عنا. إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من بيروت، المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب، شكرا جزيلا لك.